شوفي ليش مجتمعين؟ عاملين اضراب عن الشغل وبدهم يحكوا معك يا بنت. خير شو بدهم مني؟ هذا اللي عم يسووه ضد القانون وما بيصير. يلا ارجعوا كل واحد على شغله، تحركوا. ما رح نتحرك من هون ابدا، بدنا حقنا، بدنا رواتبنا. لك عملكم اسكتوا. ما رح نسكت عن الناس. اسكتوا لحقنا. حدا فيكم يفهمني الموضوع؟ اكرم بيك، نحن طالبين الزياده وانتم ما عم توافقوا، اوضاعنا صارت كثير تعبانه. اسمع منيح يا معلم ياسر، هالحركات ما بتمشي معي، راح اقلعكم كلكم من الشغل. بس يا بيك العمال ما خرج الشغل بهيك وضع، خلي بقلبك شويه رحمه. برا في 100 واحد يبوس ايدي ليشتغل بهيك راتب، اذا مو عاجبكم نلعوا. بس انت بتعرف وضع البلد والاسعار. اسمعوا منيح انت وياه، اذا بسمع كلمه ثانيه بدي اخصم من رواتبكم كلكم. ضبون احسن ما اقلعكم. ها لك هذا اكرم بيك، معلش تستنى. فيروز. خير شو بها؟ قاعدة بالمكتب تبعك فوق. مين فوتها لجوا؟ هي اصرت انها تفوت وتستناك بالمكتب وانا ما قدرت اعمل شيء. شكلك طلعت كتير بكير، لما فقت من النوم ما لقيتك. شو قصدك وليه؟ ليش جاي لهون على المعمل؟ حذر شو نسيان عندي. قلت لازم رجعه مشان ما تنتبه الخان ومرتك. ما بدي اياك تعلق معه بسببي. ضليت احلم شوفك مرة تانية، لهيك تحملت كل هالعذاب. بس طالما انتي مبسوطة خلص. انا ما عاد تفرق معي كتير، ما ضل شي محرز. المهم تديري بالك على حالك. رمضان انا صار عندي ولد. شو سميتي؟ كريم. اسم حلو. الله يخلي لك اياه وان شاء الله بتفرحي فيه. الله يسلمك. إذا لزمك أي شيء تاني أنا بالخدمة. يسلموا، ما بدي أي شيء. هيك مرة غنية شغل علاقة بواحد أزعر ومجرم مثل رمضان، ها؟ بعدين كأنه أنا سمعان باسم جوزة من قبل، سوريا أوزتورك. أوزتورك أوز. حيت الطفل منها لإلو. ضليت احلم شوفك مره ثانيه، لهيك تحملت كل هالعذاب.